كويدات ديالي، مساء النور ومساء الربح والتيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كل شيء هاني؟ كل شيء بخير؟ نتمنى اخوتي تكونوا في ظروف جيده وفي احوال جيده وفي صحه جيده. الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا رب العرش العظيم. دائما حريوده دائما كتقول لكم اخوتي هذه الكلمه، كتقول لكم الله يرزقنا الصحه والسلامه يا رب العالمين، حيت الا ما كايناش اخوتي الصحه ما كاينه حتى حاجه في هذه الدنيا. كل شيء كيفوت، كل شيء كيفوت. سميت هذا الحبس كيفوت، المشاكل كتفوت، صداع كيفوت، كل شيء كيفوت. ولكن اخوتي المرض الا كان شي مرض مزمن وداك الشيء كيكون صعيب الحال والله العظيم. واجب اخوتي جالسه قلت راه نشرب هذا الكويز ديال اتاي، واحد البريريد قد حدو قدو دايره. شوفوا نضحككم شويه، شوف هانتوما هادي الجماعه وبريريد وكاس صافي. حمزه ما كاينش، حمزه خارج عيا فيا يلا نخرجوا القهوه. قلت لي لا ما قدرتش انا يسير. ايوا جالسه جالسه درت واحد الفيلم كيشي، انا مضروب على الافلام كويدات، انا مضروب على الافلام المصريه كنموت عليها. قلت جالسه جالسه عمرت هاد الكويز داتاي، بقيت كنقرا لي كومونتير ديال والبارح، وقلت راه ندردش معاكم شي شويه. بسم الله انا عندي اتاي في الدم وحق الله العظيم، والله الا توحشتكم الكويدات وحق الله العظيم. كيعجبني الحال اخوتي ملي كديروا لي داك الكومونتير الزوين، اقسم لك يمينا كتشاركوا معايا الحزن صراحه الله، والله العظيم كنحس بكم اخوتي، بقات فيكم ناده وكل شيء كيتاسف لهذا الشيء اللي وقع والصراحه وكل شيء ما كيصحبناش غيوقع هذا المشكل لهذه الدرجه هذه والله العظيم. ولكن قدر الله وما شاء فعل. بنادم تيكون غلط وما تيضربش الحساب، ما كيضربش الحساب على فمو اشنو كيقول، وما كيديرش بزاف ديال الحوايج. التهور ديال الصغر والطيش ديال الصغر كيخلصوا والله العظيم الصراحه. هذا الشيء علاش بنادم نوصيه واخا يكون صغير يتبت ويعرف راسو اش تيدير. لحقاش راه لا اله الا الله محمد رسول الله. كنشكركم اخوتي وحق الله، كنشكركم على الميساجات ديالكم وعلى التعاطف ديالكم، وبقينا فيكم وبقات فيكم ناده وبقيت فيكم حتى انايا. كاينين في الكومنتير بزاف قالوا لي حريوده والله تبكيتيني. تنقول لك حبيبه ديالي شكرا لك، الله الله يسهل عليك وربي يخليك حبيبه، بقيت فيك الله يسهل عليك حبيبه ديالي. انا ديك المره انا كما كتعرفوا ايمان والله العظيم ما كنبغيش انا نبرزط الناس، وما تنبغيش انا نبقى نعاود الناس بالمشاكل. الناس طايبه مشاكل، طالعين ليها المشاكل هنا عاد نزيدو حنا الكازا محمديه بوزنيقه صافي وكنرجع بحالي. بسم الله. واحد المره في الكومنتير قالوا لي حيوده علاش تعمري الكاس حتى للفم، وي يا اختي ما نعرف مالي بحال غيهرب البريريد غيطير. الا ما عمرتوش اختي بحال هكا والله العظيم ما كنقنعش، كيخصني يكون عامر الكاس. واحد النعينيعة امامي هزي القرعه ديالك يلا هزيها صافي. شربي مامي. ايوا خوتي اش غنقول لكم، جيت غير نشكركم وحق الله العلي العظيم، جيت نشكركم وكل شيء كيقول لي حريوده شنو هادشي اللي كنسمعوا في اللايف حريوده، واش بصح هادشي حريوده هادي. انا هنا خوتي جيت كنقول لكم في القناه ديالي ما تسوقوا لحد، عرفوا الناس طالعه في اللايف راه غير باغا تسترزق الله لا قل ولا اكثر. الناس كتكثر اللايفات، كتكثر اللايفات على بنتي كتكثر كتكثر، وانا كنقول لكم من هنا الله يسهل عليكم، بغيتو توقفوا مع بنتي وتضامنوا مع بنتي وعزيزه عليكم بنتي الله يسهل عليكم، وقفوا هذوك اللايفات حيت هذاك الشيء هذاك الشيء غير كيضر والله العظيم. راه ماشي ما ماشي كتضامنوا معاها في هاد اللايفات وفي هاد الهراج وفي هاد الشيء زعما راكم راه كت صافي شكرا، ماشي زعما راكم كتساندوها، ولكن راه لا الله يسهل عليكم الله يرحم الوالدين. من هنا كنقول لكم تتقول لكم ايمان. صافي واخا دابا تبوسيني.
اصعدي بنيتي انا بصوا مامي هنايا واه قلت لكم الله يرحم الوالدين كتقول لكم دابا ايمان حاسي الله يسهل عليكم اللايفات حبسوا منهم اخوتي ولا بغيتوا ديروا اللايفات ديروا اللايفات عليكم نتوما ما ديروهمش علينا حنايا الله يرحم الوالدين صافي كان بدر المكناسي تدخل فواحد التدخل ديال التنازل وعيط عليا وقلت لي انا واخا مرحبا وهذه صافي دابا من كسر القانون قالوا بقى كلشي كيطلع وكلشي كيلغي من الغاه دابا الغريب في الامر صافي خليها خذها اي خذها سير لعبي بها دابا كي صحاب لكم نتوما راه كتساندونا دابا كتوقفوا معانا نتوما هي كضروها ولهذا الله يسهل عليكم عندكم شي حاجه ديروها لراسكم في اللايفات خليو عليكم ندى في التقار الله يرحم الوالدين حيت عرفتي اللايفات 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 راه غير كتشحنوا هذا ماشي زعما راكم كديروا كتعاطفوا معاها شكرا الله يجازيكم بخير ولكن اللايفات ما تبقاوش تكثروا علينا الله يسهل عليكم هذا الشيء حبسوا هضروا في الموضوع ديالكم ديروا التحدي ديالكم خدموا خدمتكم شغلكم هذاك الله يسهل عليكم انا ما تبقاوش تهضروا على بنتي الله يسهل عليكم هذه الساعه خلي ربي يفرجها من عنده بقاو تيقولوا لي حريم دوش بصح فوقاش الجلسه فوقاش الجلسه دابا شي بعضين بحال تقول راه كانوا معنا في وسط المحكمه كيبقاو غير ينقزوا كيخلي كانوا معنا في وسط المحكمه كيبقاو غير ينقزوا كيخليوني انا اللي معنيه بالامر انا ساده فمي ما كنهضرش ما تنقول حتى حاجه وهما عايتين تينقزوا تينقزوا بلا سراول لا واحد كره داروا هذا لا واحد كاينين شي بعدين قالك صافي حكموا ردوا راسهم قضاه وردوا راسهم رؤساء وردوا راسهم كلشي سيروا تكمشوا الله يسهل عليكم سيروا قضيو شي شغل الا عندكم ولا سيروا ديروا شغلكم اللي كديروه وقروا عليكم بنتي انتوما خلاص دخلتوا للمحكمه ودرتوا هادي ودرتوا هادي ودرتوا هادي راه ملي كطيح البقره ما تيقراو يقواوش الجناور يقواو الشواقر يبداو يقواو بدر المكناسي هضر على بنتي جوج مرات ولا ثلاثه صافي وقيلا ما بقاش يهضر حيت انا ما كندخلش اللايفات راه حمزه اللي كيوريني ما كنبغيش انا والله العظيم انا ما كنبغيش ندخل لهداك الشيء باش ما نتعصب ما والو داخله سوق راسي نشرب كويز ديال اتاي نتفرج ليا في الفراجه ديالي نهز طوموبيلتي ندور شي شويه نجي فحالي ومول الخير كيدير الخير اللي عند ربي قادر بها راه قلت لكم عند نزول القدر يعمى البصر نادى كتب عليها المكتوب صافي كتب عليها المكتوب وجات الصمطه وجات الوقت وكل شيء جا في دقه وحده ما عليا غنعطي ظهري ونطلع ضامي ونشوف شنو غايدير هادشي اللي كاين صافي هما داروا راسهم بخمسه الله يلطف بينا وصافي طيش كما قلت لكم طيش وبنادم ما تيضربش الحساب بنادم ما تيضربش الحساب لواحد الحاجه راها صعيبه وفي القانون راها صعيبه وحنا كنتفاداو وما تنفهموش وما تنعرفوش وبزاف ديال الحوايج ولهذا بنادم فهادشي ديال فهادشي ديال لايفات وفهادشي سميتو مازال اليوتيوب راه زوين اليوتيوب كيديروه الناس كيبداو يمونطيو كيقطعوا الهضره اللي ما غت اللي زعما ما غتبغي اللي ما غتكونش راه الفضيحه والمشكله هو ديال داك ديال اللايفات هذه هي المصيبه الكبيره اللايف ما عندك كيفاش دير تقطع صافي كتبدا تهضر 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 ما عندك كيفاش دير تقطع كلشي محسوب ايوا وهذا الشيء اللي كاين اخوتي كما قلت لكم الله يسهل عليكم الله يرحم الوالدين صحاب اللايفات حبسوا الله يسهل عليكم اخوتي ما تبقاوش تهضروا على نادا صافي نتوما بغيتوا تضامنوا معاها وبغيتوا تعاطفوا معاها شكرا لكم بزاف ولكن راه داك الشيء كيضر اكثر من اللي كينفع ولهذا الله يسهل عليكم اخوتي ديروا اللي بغيتوا نتوما في اللايفات لعبوا التحدي ديروا داك الشيء اللي كديروا صافي نتوما حرين وانتوما شغلين شغلكم هذاك امامي بابا صافي سيري عندو سيري عند بابا واش نتو اخوتي وانا ملي كنقرا كومونتير قبيله حيت راكم عارفين من هنا جري من هنا ودير من هنا وجري من هنا ما كنساليش قبيله منين بقيت كنقرا الكومونتير والله العظيم الا منين بقيتو كتقولوا حري ودا بكيتيني بكيتيني اقسم بالله العظيم بقيتو فيا على رقبتي انا بقى فيا راسي وبقيتو فيا نتوما قلت شوف دابا الناس مساكن هاد الوفاء اللي كيبغيونا لله في سبيل الله ما كنعطيوهم ما كنمدوا ليهم حتى حاجه كيحبوني انا وبنتي لله في سبيل الله حيت اخوتي تتعرفوا ايمان قسما بالله العلي العظيم انا عندي المصداقيه مع الناس انا ما تنكذبش ما تنافق ما كنديرش هذيك الماسك الماسك يبقى دابا من هنا يبقى ها 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 وعاوتاني في التليفون غير يقطع
اي يدير راه واخا واحد الفيلم داروه في رمضان تفرج فيه في رمضان على اليوتيوبر راه سبحان الله العظيم هذاك الشيء اللي داروه في الافلام راه هو اللي كاين في الواقع قسما بالله العظيم هذاك الشيء اللي داروه في واحد الفيلم ما بغيتش نسميه واحد الفيلم داروه في رمضان على اليوتيوبر راه هذاك الشيء غالبا عرفتي راه غنقول لكم واقيلا 80% هذاك الشيء اللي داروه في داك الفيلم كيوقع في اليوتيوب بصح النيت ايوا المهم اخوتي ضمنتوا معايا وضمنتوا معانا هذا الله يطلق سراحهم والله يسهل عليهم غلطوا غلطه كبيره ما عرفوش العواقب ديالها وما عرفوش المخزن ما كيظلم حد ما تيتعدى على حد درتي الذنب راك تاخذ العقوبه ديالك ونبينا عليه السلام وشكرا لكم اخوتي وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف وتنحمق عليكم وتنغبر عليكم اخوتي يومين ثلاث ايام عاد كنحط فيديو راكم عارفين الجلسه قريبه ايوا ومع نبينا غير الله سبحانه وتعالى ولكن كنقولوا اللي دارها الله سبحانه وتعالى مرحبا بها وكنحمق عليكم تتقول لكم ايمان حسي شكرا لكم بزاف 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 وتحياتي للمغاربه الجاليه المغربيه داخل المغرب وخارج المغرب وفي الخليج يعني بلا ما نبقى كل مدينه كنقول انا كنقول لكم كاملين كنحماق عليكم وتنموت عليكم باي باي.